فريقه، يعني بيبث روح الروح في اللاعبين تاني اللي هم ما اكثر انك انتوا مش هتقلقوا من اي حاجه، تلعبوا لعبكم. هم فرقه محترمه جدا لا يقلوا عننا حقيقه، عندهم زي ما قال اسامه بعض العناصر، انما انا بشوفهم كلهم عندهم امكانيات. ممكن يكونوا في يوم مش يومهم، ممكن يكون الاهلي كان هو اللي اهدى، الاهلي كان احسن، الاهلي كان اكثر تحركا في الملعب، الاهلي كان عنده الشخصيه والفكر اللي هو خلاه على طول بيهدد. هما ساعات انت بتبقى بتلعب ماتش، الفرقه اللي قدامك شايفه لك ماتش تاني. ها كان معين الشعباني كان ليه تصريحات قبل كده في مباراه سان داونز، قالك الاهلي انا مش شايفه بالقوه اللي هو بتاعه الاهلي اللي احنا عارفينها. انا اعتقد ان الاهلي يعني مش في حاله، ما خدش باله ان الاهلي كان تحت ضغط قبل مباراه سان داونز، بيلعب نادي الزمالك بكل 72 ساعه ماتش، عنده اصابات كتير، ما خدش باله من عوده الروح تاني بعد الراحه اللي احنا خدناها، عوده المصابين اللي كانوا مش موجودين. اذا كان في محمد هاني مش موجود، يعني في حسابات اخرى بتبقى لكل فرقه المطلوب منها والشغل بتاعها الشاغل ازاي هتطلع من المباراه. احنا كنا بنقول هناك عايزين نتيجه ايجابيه، جت اكتر من ايجابيه الحمد لله، كنا ممكن نكسب 2-3 لان لو استغلينا بعض الفرص. في فرق بتتخض لما بتلاقي الفرقه الثانيه بتهجم عليك. اديك شفت فرقه الوداد كذا شيفرز عملت ايه ورجعت منتصره من هناك. تعرفش ايه اللي هيحصل برضو هناك في المباراه الثانيه، فرقتين كبار وفرقه الترجي وفرقه الاهلي كبيره جدا. بس انا قلت للمعين الشعباني المره فاتت ليله المباراه تو مباراه صعبه في تونس وصعبه في القاهره، وبالصدفه وانا بقول كده لقيته بيقول نفس الكلام في المؤتمر. في المؤتمر لقيته بعد ما انا بقول الكلام ده، كان المؤتمر متسجل يعني هو قاله قبل بس انا ممكن يعني سمعته بعد كده، فقال المقابله هتبقى مش سهله هنا في تونس ومش هتبقى سهله في مصر. هناك في مصر نهينا عن النتيجه هنا هتبقى شكلها عامل ازاي. فهو خلاص بقى في امر واقع دلوقتي وحس بقيمه المباراه بتاعته هنا بكره. واحنا لعبتنا الحمد لله عندها شكل وهدف. لو اتفرجوا على نفسهم المباراه اللي فاتت، ده اكبر محاضره خدت بالك لكل لاعب بينه وبين نفسه. يعني حتى محمد شريف في الفرص اللي يعني هيتفرج على نفسه كده يقول يا انا كنت كان عنده فرصتين هناك في الماتش الاولاني كان ممكن يسجل، ممكن يراجع نفسي يا اسامه فيهم هنا في الملعب عندي في وسط ارضي بقى، يعني الدنيا كمان تبقى في ملعبي وانا عارف الزوايا شكلها ايه. والملعب هنا بكره باذن الله يكون تعرف ملعب الاهلي والسلام، الاهلي بكره والسلام بيديك فرصه انك انت تبقى في منطقه الخصم بسرعه. يعني مش بعيد قوي زي الاستاد، تحس انه مع ان يمكن هي نفس الحدود بس عشان المدرجات قريبه وكده تحس ان ده لا. بس خلاص احنا ملعبنا الاهلي والسلام تعودنا عليه، لعبنا عليه كمان عليه سان داونز، لعبنا عليه النجم الساحلي قبل كده، خلاص اللعيبه الحمد لله ما شاء الله ودلوقتي هو ملعب حلو يعني كمان يعني في افضل حالاته ملعب الاهلي والسلام. فهي المقابله بكره يعني اللي بيحسم المقابله بكره هدوءه، تحركاتك، الضربات الثابته يا اسامه ازاي بتتعامل معاها، مهمة جدا الكرات الثابته دي، يعني دي اهم حاجه في بكره. خطوره الترجي في الكرات الثابته، الكرات الثابته ليهم ولينا الحقيقه. واحنا بنعمل ضربات ثابته دلوقتي بتاكتكس وكل حاجه، حتى الكورنرز احنا كان لينا سابق التهديف سان داونز وحاجات من تاكتكس ان هي تروح الاولانيه والثانيه بيبقى الناس كلها جايه مغطى. عندك نيرف المكسب، عندك نيرف انك تحافظ. كل ده بيتبلور في ايه يا اسامه؟ في هدف. زي ما قلنا هناك لو جبنا هدف طبعا خدت بالك بنبقى لينا السطو، لينا المكانه، ولينا تاخد ثقه كمان، الثقه لينا النفسيه، ازاي انا اقدر العب زي ما شفت بعد ما جبنا الجول فرقتك بتلعب ازاي؟ بتتحرك ازاي؟ بامتيازات ديانج، بامتيازات حمدي فتحي، بامتيازات اكرم، بامتيازات محمد شريف وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن في الشكل الدفاعي واللي بنسميه رايح جاي، عامل حاله موقف الناحيه. احنا لسه طبعا ما نعرفش موسيماني واللي بيدور في دماغ موسيماني واللي علي معلول واحساسه بالملعب وقد ايه التفوق اللي كان شفناه في تاني تايم، الثبات بقى الانفعالي بتاع محمد الشناوي اللي بيدي كل دول ثقه طبعا. فكل ده اللي احنا بنتمناه يبقى موجود بكره. من حق معين الشعباني ان هو يحلم لنفسه ان يكون ليه وجود بكره بفرقته بنفس الشكل اللي النادي الاهلي كان عنده في تونس. باذن الله انا كمان بحلم ان انا يبقى عندي حاجه اسمها شوت اب كول، يعني من اول ما ننزل نجيب جول نعمل عمليه صعبه تحسس الفرقه الثانيه تهميده شويه، يعني عمليه صعبه قوي علينا عشان نخش لازم نجيب جول واثنين، ده لو ما كانش الاهلي ممكن يجيب جول ثاني. فدايما هي سبق التهديف وانك انت بتركز انك عايز تخلص الماتش بدري بدون ما
تحس باي زيارات بتجيلك انت نفس الشكل نفس الشكل. يعني انا عاجبني الثلاثي قوي بتاع حمدي فتحي عمرو سوليه واليو ديانج. الستاره اللي معموله ستاره بتتحرك دفاعيا وهجوميا، مش عارف مين فيهم اللي بيطلع ومين فيهم اللي بيرجع ومين فيهم. هنا في مصر هيكون لهم اكثر تحرك باذن الله. وانا بتفق معاك طبعا، هدف مباراه بكره بيدي الافضليه كمان للاعيبه النادي الاهلي. كابتن اسامه اسمح لي نروح لفاصل، وبعد الفاصل بقى عايز اسالك في التشكيل المتوقع للترجي.